اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده هكلمكم عن دواء مهم جدا جدا، بيعالج الثعلبه، بيعالج الصلع الوراثي اللي ناس كتير مش بتلاقيه له يعني اي حل وبيدخوا على الدكاتره، بيعالج كمان لو في عندك دقن خفيفه او في تساقط شعر، هو علاج ممتاز جدا علشان بيعالج كل الحاجات دي. بس يعني المينوكسيديل ده يعتبر في حته وحده، لانه اول حاجه ليه طريقه استخدام معينه، ليه تحذيرات معينه، وليه نصايح معينه، كل ده هنعرفه في الفيديو ده. حاجة ما تنسوش لايك للفيديو، تنزلوا تحت وتعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. تخيلوا بقى ان المينوكسيديل القاهر او اللي بنقول عليه بيعمل كل الحاجات دي اصلا ما كانش دواء لتطويل الشعر. المينوكسيديل اصلا ده دواء للضغط، بس بقى حصلت حاجة غريبة، انه الناس اللي كانت بتستخدم المينوكسيديل لقيت انه الشعر ابتدى يزيد في جسمها بشكل كده ملحوظ، لدرجة انه كلهم ابتدوا يرجعوا يقولوا للدكاترة ده المينوكسيديل اللي انت اديتوني علشان يوطي الضغط، زود لي الشعر في كل الجسم. قاموا الدكاترة رجعوا تاني للشركة، وابتدت الشركة بقى تطور من الابحاث وتزود في الابحاث، لحد ما سنة 1988 اعتمدوا المينوكسيديل لدواء لمنع تساقط الشعر. طيب بالنسبه بقى لميكانيزم المينوكسيديل، او حد يقول لي طب هو المينوكسيديل ده بيشتغل ازاي؟ يعني حتى الان مفيش حاجه بالظبط صريحه تقول لنا المينوكسيديل بيشتغل ازاي، بس المينوكسيديل كل شغله بيبقى على الاوعيه الدمويه، ان هو بيوسع الاوعيه الدمويه، فيقال ان هو لما بيوسع الاوعيه الدمويه بيزود يعني ايه وصول الغذاء لبصيلات الشعر، وبالتالي بيزود نمو البصيلات. بالنسبة بقى للمينوكسيديل في منه أنواع كتيرة وأسماء كتيرة جدا، لكن في الأساس هو تركيزين، في تركيز 2% وفي تركيز 5%. بس يعني خليني أكون صريحة معاكم إنه تركيز 2% ده لو اشتريته بل واشرب ميته مش هيعمل لك أي حاجة، فاحنا مضطرين إن احنا ناخد تركيز 5%، حتى لو الرجال أو السيدات مفيش مشكلة، لأن هو 5% هو اللي بيجيب نتيجة. طيب بقى ايه الاشكال الموجود فيها المينوكسيديل في الصيدليه، او ايه المنتجات اللي انا هشتريها من الصيدليه؟ المينوكسيديل موجود في اشكال كتير، بس اشهرهم ثلاث حاجات متوفرين حاليا جدا. اول حاجه هيرباك لوشن، هتلاقوا فيه مينوكسيديل، في منه 2% و5%، بس انا هركز على 5% النهارده. في حاجه اسمها بيرفورما اكسترا برضو فيها مينوكسيديل، واخيرا المينوكسيلوك. والمينوكسيلوك ده يعني كان في خدعه لان هو مكتوب للرجال فقط، بس هو اصلا تركيزه 5%، علشان كده بيتكتب يعني سواء الرجال بيتكتب كمان للسيدات. طيب دلوقتي عرفنا ايه هي بقى اشكال المينوكسيديل، دلوقتي هقول لكم على اربع حاجات مهمين جدا. طريقه الاستخدام اللي فيه ناس كتير جدا بتغلط فيها، وبالتالي بيضيعوا كل اللي بيعملوا مينوكسيديل، حاجات هتلاحظوها اول ما تستخدموا مينوكسيديل هقولها لكم عشان ما تقلقوش. كمان الناس اللي انا هحذرهم ما ينفعش اصلا يستخدموا المينوكسيديل، واخيرا نصايح هامه جدا جدا علشان المينوكسيديل يجيب النتيجه، وعلشان يبقى فيه استمراريه فيه من غير اي قلق. بالنسبه لطريقه استخدام المينوكسيديل، هناخد اللوشن اللي احنا يعني عندنا، وهنبخ على فروه الراس من 6 لـ 8 بخات، تمام؟ بعد ما 6 8 بخات متوزعين على الشعر كله، على فروه الراس كلها، بعد ما نبخ 6 8 بخات نبدا عمليه تدليك خفيف لمده 4 دقائق، وبعدين طبعا بنسيبه ينشف على الراس علشان ناخد فايده كبيره جدا منه. يعني ما يفضل ايه ما تغسلش شعرك على طول، لا، حاول تسيب المينوكسيديل لغايه لما ينشف. طيب دلوقتي بالنسبه للرجال او السيدات، احنا قلنا ان ممكن الاثنين يستخدموا 5%، لكن لو راجل بيستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، يعني هيستخدم البخات دي 6 مرات صباحا، وهيبخ 6 بخات مساء. اما لو سيده هتستخدمه مره واحده بس مساء. طيب بقى نيجي للخدعه اللي بتحصل لما الناس بتستخدم المينوكسيديل، ايه الحاجه الغريبه اللي بيلاحظوها اول ما بيستخدموا المينوكسيديل؟ شوف يا سيدي، من اول شهر لاول شهرين هتلاقي شعرك كله بيقع، ما تقلقش، ده عادي جدا، هو بيقع في الاول اول شهرين، لانه اللي بيقع ده هو الشعر التالف والمقصف والغذاء بتاعه ضعيف، واللي اصلا يعني كده كده هيقع، فهتلاقي اول شهر اول شهرين كل الشعر ده عمال ينزل.
من الشهر الثالث لحد الشهر التاسع هتلاقي بقى ابتدى يطلع شعر كتير، شعر اكثر كثافة واكثر قوة واكثر سمكا، فبيبقى ممتاز جدا. طيب تمام، لحد كده ده ممتاز جدا. مين بقى الناس اللي ما ينفعش يستخدموا المينوكسيديل؟ اول حاجة طبعا السيدات لو كانت حامل او بترضع ما ينفعش تستخدمه. تاني حاجة لو شخص عنده مشاكل في القلب، كمان لو في حد عنده اصلا التهابات في فروة الراس ما ينفعش يستخدمه، ده غير الناس اللي عندها ضغط واطي، لان هو اصلا بيوطي الضغط، فضغط واطي وهو كمان بيوطي الضغط فهيبقى طبعا حاجة صعبة جدا، فما ينفعش برضو يستخدمه. نيجي بقى لاهم جزء في الحلقة، وهو نصايح مهمة جدا جدا عن المينوكسيديل وحاجات كده لازم نبقى عارفينها من قبل ما نستخدمه. أول حاجة إنه المينوكسيديل في ناس يعني بيبقى عندهم حساسية من المادة دي. طب إزاي نعرف يا دكتورة إذا كان أنا عندي حساسية ولا هو تمام ماشي معايا؟ هتجيب حتة من المينوكسيديل وتحطها على جلدك وتستنى لمدة من 12 ساعة ل 24 ساعة وتشوف هو هيبان يعني من أول كام ساعة. لو حصل التهاب أو احمرار شديد وعايز تهرش وابتدى يوجعك، خلاص يبقى كده انت المينوكسيديل مش هينفع معاك. تاني حاجة بقى ان هو عايز استمرارية في الاستخدام، يعني ما ينفعش ان انت تستخدمه مثلا سنة وتبقى متوقع انه انت لو وقفته هيفضل شعرك زي ما هو. لا، المينوكسيديل من مشاكله او من الحاجات اللي ناس كتير مش بتحبه بسبب الموضوع ده، ان هو علاج بيحتاج مدى طويل، او بمعنى اصح بيحتاج يعني طول العمر. فلو انت عندك استعداد انك تستمر على علاج فترة طويلة، يعني تعتبره كأنه مثلا كوباية شاي بتشربها كل يوم او معجون اسنان بتغسله كل يوم، لو هتقدر تتعامل معاه على اساس الموضوع ده مفيش مشكلة، يبقى العلاج ده بالنسبة لك ممتاز جدا. لكن بقى بالنسبة للناس اللي بتستخدمه كعلاج مساعد، يعني هم اصلا ما عندهمش صلع وراثي، هم مثلا عندهم زي تعلبة وبدأت تخف، او كان عندهم تساقط والدكتور كتبه لهم وخلاص الموضوع ابتدى يتعالج، فالناس دي ممكن تبدأ توقف المينوكسيديل تدريجي، لان هو طبعا المينوكسيديل ما يوقفش مرة واحدة، لازم نوقفه تدريجي. اتمنى في نهاية الحلقة اني اكون قدرت افيدكم واقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك سبسكرايب في القناة وشير للفيديو، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.